عين، حلقة خاصة من داخل منزل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة. في مطربين كتير كانوا بيغنوا في شارع الهرم ودلوقتي يقول لك ايه، لا احنا ما كناش بنغني. اللي ما اشتغلش في الهرم ما يبقاش فنان. قول لي كده الطقوس بتاعتكم في ماتش للاهلي بتبقوا عاملين ايه؟ لو في اكل مش هناكل الا بعد الماتش. عين، اخر اخبار النجوم العرب والاجانب. انا تخنت 5 كيلو للدور ده علشان تطلع توحة الشعبية اللي يقولوا عليها ملفوفة او بطة يعني. عين مع شيرين سليمان. لسه عندنا اخبار فنيه كتيره جدا وكمان انترفيوز مش هتشوفوها غير في عين وبس. الليله 10 مساء على الحياه.